بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث في آداب القاضي، فهذا أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه الصحابي الجليل أملى على ابنه عبد الرحمن أن يكتب إلى ابنه عبد الله، وكان عبد الله بن أبي بكر قاضيا في سجستان. سجستان من بلاد المشرق. ألا يحكم بين اثنين، أو لا يقضين بين اثنين وهو غضبان. ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان القضاء والحكم بين الناس يتطلب العدالة بين الخصوم والتثبت في الأمور وعدم الاستعجال، فإنه نهي عما يخل بهذا الأمر، وذلك بأن يقضي أو يحكم بين الناس وهو في حالة لا يتمكن فيها من الاستيعاب وسماع الخصوم وتحري العدل، لأنه مشغول بما هو فيه من العوارض التي تشغله، فلا يحكم إلا وهو فارغ البال، مطمئن النفس، مرتاح الجسم، لأن هذا أدعى إلى التروي وتحري الحق واستيعاب ما عند الخصوم. فهذا فيه أولا نصيحة الولاة من قضاة وغيرهم، فإن أبا بكرة رضي الله عنه نصح لابنه لما كان قاضيا، وهذا فيه العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالمسلم يكون ناصحا ولا يكون غاشا، ينصح إخوانه لا سيما المسؤولين منهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وفيه أنه لا بد من ذكر الدليل، فإن أبا بكر لما ذكر النصيحة لابنه عن القضاء وهو غضبان أتى بالدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه المسألة التي ساق المصنف حديث من أجلها، وهو نهي القاضي أو الحاكم أن يقضي أو يحكم بين الناس في حالة لا يتمكن فيها من التروي. والحديث نص على الغضب، والغضب صفة تعتري الإنسان فيخرج عن اعتداله، لأمر أثاره
قالوا وهو غليان في القلب، غليان في القلب، هذا عند المخلوقين. أما غضب الله جل وعلا فهذا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يفسر بأنه غليان القلب، ولكن يقال كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إنما هذا غضب المخلوقين عبارة عن غليان في القلب ويثور معه الدم، ولهذا تجد الغضبان يحمر وجهه، يحمر وجهه لأنه يقور عنده الدم من الغضب. فالحديث نص على صفة ويقاس عليها بقية الأشياء المثيرة، كأن يقضي بين الناس وفيه نوم وفيه نعاس وفيه نوم، أو يقضي بين الناس وهو مشغول البال التفكير في أشياء تهمه، أو يقضي بين الناس في شدة حر أو في شدة برد يتأثر بذلك ويطلب السرعة يتخلص من الأذى. فيقاس على الغضب كل ما كان في معناه من الأشياء التي لا يتمكن القاضي من التروي والاطمئنان. وكذلك وهو شديد الجوع وهو شديد العطش، كل الأشياء التي لا يطمئن فيها فإنه ينهى عن القضاء حالها حتى تزول عنه، وهذا من أجل تحري العدل بين الناس واستقصاء الأدلة حول القضية والتروي فيها. وحتى لو استدعى الأمر أن يستشير أهل العلم فإن هذا من المطالب للقاضي. ولهذا قال يستحب أن يحضر مجلسه فقهاء البلد فيستشيرهم، لأن كل هذا من تعاون على إصابة الحق. واليوم والحمد لله القضاء قد نظم بطريقة يحصل فيها التروي، القاضي يحكم ويستقبل الاعتراض، يرفعه إلى التمييز، التمييز يدرس القضية ويدرس الحكم وهكذا. فهذا من أيضا من ضبط القضاء والحمد لله. نعم كان القضاة في الزمان السابق لقوة علمهم وإدراكهم ما يحتاجون إلى هذه الإجراءات، لكن لما كما تعلمون قل الفقه وضعف إدراك القضاة جعل لهم ما يساعدهم ويعينهم على التروي وإصابة الحق والتراجع في الأمور. نعم. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أبي بكر ولا أبي بكر؟ أبي بكر صلى الله عليه وسلم. نعم أبي بكر رضي الله عنه. كل الأول أبو بكر. كلكم كذا؟ أبي بكرة مثل اللي قبل. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا الحديث أيضا أورده المصنف في باب القضاء لما جاء في آخره من شهادة الزور، لأن القضاء يعتمد على الشهود، فلا بد من الصدق في الشهادة، عدالة الشهود. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم أي ألا أخبركم، ألا أخبركم، فألا أداة تنبيه، وهذا فيه أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب،
فإنه لم يبدأهم ويقول أكبر الكبائر كذا، بل صدر هذا بالسؤال من أجل أن ينتبهوا. فطريقة التعليم، التعليم عن طريقة السؤال والجواب لها أهمية كبيرة، لا سيما في الأمور المهمة التي قل من ينتبه لها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبيرة كما عرفوها بأنها ما ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو قال ليس منا من فعل كذا، فإن هذا يدل على الكبيرة، يدل على أن هذا الذنب كبير. وكذلك ما رتب عليه حد في الدنيا كالرجم والجلد والقتل، فالكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب من الله أو لعنة من الله أو وعيد بنار، فهذا ضابط الكبيرة. والصغيرة ما نهي عنه ولكن لم يكن فيه هذه الأمور، مجرد نهي، فهذا محرم ويكون كبيرا لأن النهي للتحريم. ولكن لما لم يقترن بتغليظ صار محرما، وصغيرة من صغائر الذنوب. فدل هذا الحديث على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ودل على أن الكبائر بعضها أكبر من بعض، الكبائر أيضا بعضها أكبر من بعض كما دل عليه هذا الحديث. أكبر الكبائر دل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها كبير، فيها أكبر وفيها كبير. أكبر الكبائر وتسمى بالموبقات، سبع الموبقات. أكبر الكبائر في هذا الحديث الشرك بالله، الشرك بالله فهو أكبر الكبائر، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الكبائر التي دون الشرك، التي دون الشرك، فهي محل المشيئة من الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. أما الشرك بالله فإن الله لا يغفره، ويخلد صاحبه في النار. حرم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يحبط الأعمال ويبطلها، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الكبائر التي دون الشرك فهي لا تحبط الأعمال وإنما تنقصها، فأصحاب الكبائر مؤمنون لكنهم ناقصوا الإيمان. هذا الفرق بين الشرك وبين غيره من الكبائر. الشرك بالله، ما هو الشرك بالله؟ هل معناه أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر الكون مع الله؟ هذا لا يقول به أحد، حتى المشركون يعترفون أن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، يقرون بهذا كما في القرآن. إذا ليس الشرك هو هذا، هذا شرك، لكن ما في أحد، ما في أحد في العالم يقول بهذا، يعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويدبر مع الله ويرزق مع الله، ما في أحد يعتقد هذا، حتى عبدة الأوثان ما يعتقدون. وإنما الشرك في الألوهية، في الألوهية وهي عبادة غير الله عز وجل، هذا هو الشرك، الشرك في الألوهية، وهو الذي جاءت الرسل تنكره وتنهى عنه، الشرك في الألوهية، هذا هو الذي هو الشرك الذي ثار النزاع فيه بين الرسل وأممهم
ولا يزال النزاع بين المشركين والموحدين في هذا الأمر، الشرك في الألوهية الذي يتخذ مع الله إلها آخر، أو يتخذ ربا آخر، يتخذ إلها يعني معبودا آخر بأن يدعوه من دون الله أو يستغيث به وهو ميت أو غائب أو جن أو إنس، أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا هو الشرك في الألوهية، وهو الذي قام سوق الجهاد من أجله، من أجل أن يعبد الله وحده تترك عبادة ما سواه، هذا هو الشرك، لا كما يقوله المغرضون والذين يشركون في الألوهية ويقولون فعلنا هذا ليس بشرك، الشرك في الربوبية، نحن لا نعتقد أن أحدا يخلق مع الله، ولا ولكن تقربنا إلى الله بهؤلاء الوسائط، هذا هو قول المشركين الأولين، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون يقربون ويقولون شفعاؤنا ويقولون وسيلتنا وواسطتنا عند الله، هذا الذي عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخر، هم سواء. إذن الشرك هو الشرك في الألوهية، الإشراك بالله يعني في الألوهية. وعقوق الوالدين، العقوق الوالدين معصية الوالدين في غير معصيتهما في غير ما أمر الله بمعصيتهما فيه هو الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما، لكن يطاعان في غير ذلك، إن جاهداك على أن تشرك بي، وفي الآية الأخرى لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الوالد وغيره لا طاعة له في معصية الله لا سيما الشرك، أما ما لم يأمر بمعصية الله يجب طاعتهما، هذا من البر بهما، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيأتي حق الوالدين بعد حق الله، لأن أعظم محسن إليك بعد الله هم الوالدان اللذان ربيانك وأنت صغير لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، قام بحفظك وتربيتك البدنية والقلبية، ربياك على الخير، فلذلك عظم حقهما عليك، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولكن كثير من الناس اليوم آخر عهده بوالديه إذا توظف واستقل، إذا تحصل وظيفة واستغنى بزعمه ألا يلتفت إلى والديه، وهذا من العقوق، هذا من العقوق. نعم لا مانع أنك تتخذ منزلا أنت وزوجتك وأولادك، تتخذ منزلا خاصا بك، ما مانع من هذا، لكن لا تقطع الصلة بهما والبر بهما والإحسان إليهما، وحتى لو أساء إليك، لو أساء إليك فلا تقطع الصلة بهما، أحسن إليهما ولو أساء إليك، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى المشرك الوالد المشرك تبر به، إلا أنك لا تطيعه في معصية الله، لكن لا يسقط حقه عنك، فكيف بالوالد المسلم؟ واجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يبروا
بوالديهم بالقول والفعل والأدب وحسن الصحبة، لأنهما هما أعظم محسن، أعظم محسن إليك بعد الله جل وعلا. لذلك ذكر الله حقهما بعد حقه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عقوقهما من أكبر الكبائر، من أكبر، ما هو كبيرة فقط، بل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. والعق هو القطع، العق والعقيقة هو القطع، ذلك بقطع البر وقطع الصلة معهما. قال رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا في أول الجلسة وأول الكلام، كان متكئا على جدار أو على شيء مستريح عليه الصلاة والسلام، ثم إنه جلس وترك الاتكاء اهتماما بما سيقول، اهتماما بما سيقول. فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يعني شهادة الزور من أكبر الكبائر، هي كبيرة فقط بل من أكبر الكبائر، شهادة الزور وقول الزور. والزور هو الكذب، سمي زورا من التزوير، وهو تحسين الشيء على خلاف ما هو في الحقيقة من التزوير، أو من الإزورار وهو الانحراف. فشهادة الزور فيها تزوير وفيها زورار، فيها زورار عن الحق وفيها تزوير وتزيين للخديعة وإظهار الباطل بمظهر الحق. ألا وشهادة الزور، شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، هذا الزور الشهادة الكاذبة التي لا تعلم ما تشهد به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون ما يشهدون به. أخوة يوسف يقولون: ما وما شهدنا إلا بما علمنا، لا يجوز الإنسان يشهد إلا بما علم، كما سبق لكم، إما برؤية بعينيه أو سماع بأذنيه لما يقال، أو استفاضة عند الناس حتى أصبحت الاستفاضة مثل السماع أو مثل الرؤية، يشهد بذلك، هذا يحصل به العلم، الرؤية أو السماع أو الاستفاضة، هذا الذي يحصل به العلم، بدون ذلك ما يتخرص ويشهد وما تثبت. لأن شهادة الزور فيها كذب وفيها اقتطاع للحقوق من أهلها وإعطائها لغير أهلها، وفيها تضليل للحكام، تضليل للحكام، حكام ما يعلمون الغيب، لكن هذا ضل لهم وحملهم على أن يحكموا بغير الحق بسبب شهادته، ففيها خطر عظيم. ولذلك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بها، بينما كثير من الناس يعتبر الشهادة شيئا عاديا أو مساعدة، يعتبرها مساعدة أو شيئا عاديا روتينيا، وقد يقتطع بها أموال الناس، وقد يحصل بسببها شر كثير، وقد يقدم من أخره الله ويؤخر من قدمه الله بسبب الشهادة، شهادة الزور، قد يحرم المستحق ويقدم غير المستحق بسبب شهادة الزور، فهي يترتب عليها أضرار عظيمة. ولهذا اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين إلقائها على أصحابه، اهتم بها حين إلقائها على أصحابه، زيادة على أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ربما يسأل سائل فيقول: لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان متكئا مع أن الشرك هو أعظم الذنوب، لماذا لم يجلس مع أن الشرك أعظم من شهادة الزور، عقوق الوالدين أعظم من شهادة الزور؟ الجواب أن هاتين الجريمتين يتحاشى منهما المسلم، تحاشى من الشرك،
يتحاشى من عقوق الوالدين، لكن قد لا يتحاشى من شهادة الزور، يتساهل فيها، يتساهل فيها، يقول هذه فزعة مع هذا الإنسان أو مساعدة له، يجيبها من باب المساعدة ومن باب المناصرة له، وهذا في الحقيقة خطير جدا. فيجب على الإنسان أن لا يشهد بشيء إلا وهو يعلمه، وما لا يعلمه يقول لا أدري. كلمة لا أدري هذه فيها ملجأ عظيم وحصن للإنسان، سواء في مسائل العلم أو في مسائل الشهادة. الحمد لله أنت بعافية، قل لا أدري، قل لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أجاب. نعم. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ما زال صلى الله عليه وسلم أنه كان متكئا ثم جلس من الاهتمام، ثانيا كررها، كررها مرارا اهتماما بها، حتى أشفق عليه الصحابة لما رأوا عليه صلى الله عليه وسلم من التأثر، فقالوا ليته سكت من أجل ألا يتأثر صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يسيئهم ما يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشق عليهم ما يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا ليته سكت، ليته سكت، رحمة به صلى الله عليه وسلم مما ظهر عليه من التأثر والاهتمام، مما يدل على أن شهادة الزور أن أمرها خطير والعياذ بالله. وجاء في الحديث أن شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامة حتى تجب له النار، حتى تجب له النار والعياذ بالله. نعم. وعن ابن عباس، وهذا مما يعطي القضاة التحوط في الشهود، خصوصا في زماننا هذا يجب على القاضي أن يتحوط في الشهود، فإذا كان لا يعرفهم فلا بد أن يطلب من يزكيهم أو يناقشهم، يناقشهم في الشهادة، كيف علمت هذا، متى علمته، متى كذا، لأنه يظهر كذبه في أول سؤال، إذا كان كذابا يظهر من أول سؤال، فينبغي للقاضي أن يهتم بأداء الشهادة عنده فيناقش الشهود، وإذا لم يتبين له شيء يسأل عنه، يطلب تزكيته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم. وهذا الحديث أيضا في باب القضاء، هو طريق من الطرق الحكمية، طريق من الطرق الحكمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. فأنت لا تستعجل في قبول الدعوة، لا تستعجل في قبول الدعوة، ولو ظهر لك إن المدعي إنه صادق وأنه هي، لا تستعجل، لا تستعجل، تثبت. جاء رجل إلى علي رضي الله عنه مفقوع العين يشتكي ويطالب بالقصاص ويبكي، فقال: حتى يحضر خصمك. فقال الحاضرون: يا أمير المؤمنين، مفقوع عينه تسيل دم، قال: ربما أن الآخر مفقوعة عينه، هذا مفقوع عين واحدة، لكن ربما أن الآخر المدعى عليه قد فقئت عيناه جميعا. فيجب على القاضي أنه ما يستعجل في هذه الأمور، ولا يتأثر بما يظهر له من حالة المدعي، أنه صدوق وأنه طالب علم وأنه ابن حلال وأنه، لا، ما يستعجل. لو يعطى الناس بدعواهم، الدعوة هي الطلب، الدعوة هي الطلب، والمراد بالمدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه
هو الذي إذا سكت لم يترك. هذا الفرق بينهم. المدعي من إذا سكت ترك، ما قال ورمة الدعي ورمة طالب حقه، ما قال له هكذا كيفه. أما المدعى عليه ما إذا ادعى على شخص وسكت الشخص ما يترك، يقال ما جوابك عن هذه الدعوة؟ ما قال ما عندي له شيء ما كذا، يقال احلف اليمين على المدعى عليه. في الحديث الآخر البينة على المدعي، لأن المدعي يدعي خلاف الأصل فهو ضعيف الجانب، فلذلك كلف بالبينة لأنه ضعيف الجانب، لأنه يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل البراءة حتى يأتي بشهود. وأما المدعى عليه فاكتفي منه باليمين لأنه قوي الجانب، لأن معه الأصل، الأصل البراءة، الأصل البراءة، فإذا حلف كل سبيله. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم في هذا الطريق الصحيح للقضاة، أولا أنهم لا يستعجلون في قبول الدعوة والحكم بها مهما كان المدعي من الورع والتقوى والعلم والفضل، لا يستعجلون في هذا. الإنسان بشر، لادعى قوم أو لادعى ناس أموال رجال ودمائهم لو فتح المجال، فيكلف بالبينة. قال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. فالمدعي يكلف بالشهادة بالبينة لأنه يدعي خلاف الأصل فجانبه ضعيف، أما المدعى عليه فجانبه قوي لأنه معه الأصل، الأصل البراءة، فلذلك يكفي منه اليمين إذا حلف خلي سبيله. وإذا لم يحلف فقيل يقضى عليه، وقيل ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. فهذا الحديث فيه أولا قلنا فيه أن القاضي أو الحاكم لا يستعجل في سماع الدعوى وتصديق المدعي، لا يصدقه أبدا مهما كان لا يصدقه، وإنما يطلب منه البينة على ما قال. ثانيا في الحديث ناه لكم في جانب المدعي وجانب المدعى عليه. ثالثا في الحديث أن الناس لا يقفون عند حد، لو فتح لهم المجال لا أسرفوا في الدعاوى على الناس، فلا بد من قيد يردعهم وهو الإتيان بالبينة، الإتيان بالبينة العادلة، هذا هو الذي يوقفهم عند حدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والمراد به ما يطعم، مراد به ما يطعم، ويغلب إطلاقه على المأكول، يقال طعام يعني المأكول، وقد يطلق على المشروب أيضا، فيقال للمشروب طعاما. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فدل على أن الشراب يطلق عليه طعام. وفي الحديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، دل على أن الماء يطلق عليه أنه طعام، لكن الغالب أن الطعام يطلق على المأكول، وهذا هو المقصود الآن. ما الذي يباح أكله، ما الذي يباح أكله من الحبوب والثمار ومن اللحوم، من الحبوب والثمار ومن اللحوم ونحوها. وأما الأشربة فهذه لها باب خاص، الأشربة لها باب خاص. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار، وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار، وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، هذا حديث عظيم من قواعد الإسلام، كما ذكر العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيه قاعدة للحلال والحرام، قاعدة عظيمة. فهناك أربعة أحاديث يقولون هي القواعد في الإسلام، أحدها هذا الحديث، والثاني: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والثالث: دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، والرابع: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نظمها بعض العلماء فقال: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد، ودع ما لا يعنيك، واعملن بنية. أربعة أحاديث عليها يدور الإسلام، هذا أحدها. نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان جليلان، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لم ينقله عن غيره، وإنما هو سمع الرسول مباشرة تأكيدا، وأشار إلى أذنيه أنه سمعه بأذنيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله بالواسطة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الحديث الآخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء
يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا هذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على اهتمام الإنسان بمطعمه ومشربه وملبسه، أن لا يتناول إلا الحلال البين ويترك الحرام البين ويتوقف عن الشيء المشتبه الذي لم يتبين حتى يعلمه هل هو حلال أو حرام، توقف عن المشتبه حتى يتبين هل هو حلال ولا حرام، ما يستعجل فيه. والله جل وعلا يقول في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات هي الحلال، الحلال هو الطيب، والخبيث هو المحرم. فهذا حديث عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، كما بينه الله جل وعلا في كتابه: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فالحلال بين، ما دل القرآن على حله أو أجمع المسلمون على أنه حلال، هذا هو الحلال البين. وذلك كالفواكه واللحوم، اللحوم التي المذكاة من الحيوانات المباحة، مباحة الأكل. والحرام مثل الخمر، مثل الربا، حل الله البيع وحرم الربا، مثل الزنا، مثل الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مثل الغيبة والنميمة، شهادة الزور، هذا حرام بين ما يحتاج إلى بحث، وإلى دلت النصوص على أنه حرام، نص الشارع على أنه حرام، أو أجمع العلماء على أنه حرام، والإجماع حجة. فما كان حلالا بينا فإنه يؤخذ، ما كان حراما بينا فإنه يترك، ما كان مشتبها بأن دل دليل على أنه حلال ودل دليل آخر على أنه حرام صار متردد، تنازعت فيه الأدلة. هذا كثير من الناس لا يعلم كيف يجمع بين الأدلة، يتوقف حتى من العلماء، حتى من العلماء منهم من لا يعلم هل هذا حلال ولا حرام، إنما يدرك هذا الراسخون في العلم. ولهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أنه لا يعلمهن إلا القليل من الناس، وهم الراسخون في العلم الذين يجمعون بين الأدلة ويرجحون بين الأدلة، عندهم ملكة وعلم، هؤلاء هم القليل. أما عامة الناس والمتعلمين والمتعالمين والمبتدئون لا يعلمون هذه الأمور، فلا يخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويوقعون الناس في البلايا والطوام. فالواجب على هؤلاء أن يتوقفوا ويكلوا هذه الأمور إلى العلماء الذين يستطيعون أن يعرفوا هذه الأشياء هل هي من الحلال أو من الحرام، بما آتاهم الله من العلم والتمييز ومعرفة الراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. هذه أمور ما هي سهلة، تحتاج إلى علماء يبحثونها، فالذي ليس عنده استعداد لا يدخل فيها، لا يحرمها على الناس ولا يبيحها، يستفيد يقول ما أدري، يقول لا أدري. لكن كثير من الناس خصوصا اللي عندهم شيء من شبه العلم أو شبه التعلم، أسرع ما يكون يقول حلال ولا حرام في أمور فيها إشكال، ما يناظرونهم للإشكال حلال ولا حرام ولا هيجوز. يا أخي ما كلفك الله، توقف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أنه ما يعلمهم إلا قليل من الناس،
فكيف تتسرع أنت وأنت لم تبلغ مبلغ الذين يعلمون هذه الأشياء؟ واجب أن تكل العلم إلى أهله، لا تدخل فيها لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن القليل يعلمونهن، وهم الذين آتاهم الله ملكة العلم ومعرفة وجوه الاستدلال والمدارك. وهذا ما يقدر عليه إلا الأئمة، ما يقدر على هذا إلا الأئمة الراسخون في العلم في هذه الأمور. وفي وقتنا الحاضر وجدت المجامع الفقهية والجهات العلمية لتدارس هذه الأمور واستعراضها، فتحال إليهم، تحال هذه الأشياء إلى الجهات المختصة العلمية لتدارسها وعرضها ومناقشتها من كل الجوانب وإصدار الفتوى فيها بعد ذلك. أما إن كل واحد ينصب نفسه مفتي في الفضائيات أو في الصحف والمجلات أو في المجالس، وأسهل شيء عليه قالت هذا حلال ولا هذا حرام من غير علم، قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. مسألة الخوض في الحلال والحرام من غير علم فيها خطر عظيم على البشرية، لا على الإنسان نفسه فقط بل على البشرية، لأنه يوقع الناس في الخطأ ويقتدون به. وأغلب الناس ما يناظرون للي يقول هذا حرام، يناظرون للي يقول هذا حلال، يركضون وراه، لا نفت بهذا، ثم يركضون وراه ويستبيحون هذه الأشياء، يصير هو إمام، يصير هو إمامهم وقائدهم إلى هذا الخطر. الواجب على طالب العلم أن يمسك لسانه وقلمه وكلامه، لا يتكلم إلا عن علم، وإلا فإنه يسكت ويكل الأمر إلى أهله، هذا هو المطلوب. ولا يستخفه، لا يستخفه الذين يريدون أن يوقعوه ويتخذونه بوابة من الشركات أو أصحاب المساهمات أو أصحاب البنوك، يتخذونه بوابة يخدعون به الناس، يقولون هذا عالم وهذا هذا جامعي هذا كذا ويفتي، يتخذونه بوابة لأغراضهم، هو الذي أوقع نفسه من حيث لا يشعر وأوقع الناس. فالواجب على طالب العلم أن يحترم نفسه وأن يبتعد عن هذه الأمور التي ليست من اختصاصه، لا يدخل فيها ولا يفتي فيها، ويكلها إلى الجهات المختصة. كان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب خليفة الثاني المحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أشكل عليه الأمر جمع المهاجرين والأنصار واستشارهم فيه، ما يجيب واحد ولا اثنين، يجمع المهاجرين والأنصار في المدينة يستشيرهم فيه ويعرض القضية عليهم ويتداولونها. اليوم فيه ما يشبه هذا ولله الحمد، فيه المجامع وفيه اللجان العلمية وفيه هيئة كبار العلماء، فيه جهات تجتمع لهذه الأمور ويدرسونها، فلا يدخل فيها الأفراد وأنصاف المتعلمين والمتسرعون، لا يدخلون فيها، يقولون عنا نبين للناس، تبين للناس وانت ما تبين لك الشيء، تبين للناس وانت ما تبين لك هذا الشيء، ما يجوز لك هذا. وحتى لو كنت عالما وفيه جهة مختصة وكل إلي هذا الشيء، لا تفتات عليهم وتدخل في اختصاصهم، حول هذا عليهم وانت معافيك الله. الواجب التنبه لهذا الأمر، تحذير من هذا الأمر، عدم التسرع، لا يعلم إن كثير من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات، يعني ماذا تعمل في الشبهات؟ تتقيها، تتقيها. وفي الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فتتقيها يعني لا تدخل فيها. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، استبرأ لدينه.
يعني طلب البراءة، طلب البراءة لدينه، لأن دل على أن الذي يفتي بغير علم ويتناول المشتبهات أنه لم يطلب البراءة لدينه. وعرضه، لأن الناس يتكلمون فيك ويسبونك ويقولون هذا الذي أوقعنا، هذا الذي قال لنا كذا وكذا، حينما يدركون أخطاءهم يأخذون يتكلمون فيك، أو تصير حديثا في المجالس يحدثون عنك، أحد يجرح وأحد يمدح وأحد، أنت السبب على نفسك، لم تستبري لدينك ولا لعرضك، قد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، يعني أخذها وهي لا تزال مشتبهة لم يتبين فيها، وقع في الحرام، لأن هذه وسيلة إلى الوقوع في الحرام. من تساهل بالمشتبهات تساهل في الحرام، والدين جاء بسد الذرائع كما تعلمون، فالإنسان لا يتساهل في المشتبهات، لأنه إذا تساهل في المشتبهات تساهل في المحرمات، لأنه عود نفسه على الجرأة، وعلى أن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه اتخذ الوسيلة. كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محسوس. الحمى الممنوع، المراد بالحمى المرعى الذي منع ولي الأمر الرعي فيه لأجل أن يكون مرعا لإبل في الصدقة وإبل بيت المال، كما حمى عمر وحمى لإبل الصدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم حمى لأجل إبل الصدقة وبيت المال. أما الإنسان الفرد والعادي لا يجوز له أن يحمي، الحمى لله ولرسوله، لا يجوز الإنسان أنه يمنع الناس من المراعي ومن الموارد يسيطر عليها، هذا خاص بولي الأمر لمصلحة المسلمين، كانوا يتخذون الحماء لأجل دواب بيت المال، لأن دواب بيت المال لمصلحة المسلمين كلهم. فإذا جاء إنسان ورعى عند الحماء، عند الحماء البهائم تتفلت، والحماء فيه عشب، وفيه تتفلت غصبا عليه، تروح ترعى من العشب، ما يستطيع يمسكها، لو أمسك وحده ما يمسك الثاني والعاشر هو. فكان الواجب أنه يبعدها عن الحمى، لكن لما قرب من الحمى وفيه رعي وفيه عشب كثير وهي جوعة وهي، ما يمسكها. كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك يعني يقرب أن يقع فيه، سواء باختياره وتساهله أو بغير اختياره، هو الذي سبب هذا. فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبتعد عن المشتبه، يبتعد عن المشتبه كما يبتعد الراعي عن الحمى، ما هو بيتركه فقط بل يبتعد عنه لئلا يقع فيه في يوم من الأيام. كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حماء، والظاهر أنه ما يمدينا الحين، نتركه للدرس القادم إن شاء الله، لأن كان الشيخ ناصر جاي بيذن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، يقول: هل هذا الحديث يدل على وجوب قضاء الصوم من ولي الميت، أم يحمل على الاستحباب؟ على الاستحباب، ما يلزم الولي أنه يصوم، لكن إذا فعله من باب إبراء ذمة الميت والبر به، لا سيما إذا كان والدا، فهذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان رضي الله تعالى عنه، قال أن هذا الاشتباه راجع إلى أمور، منها تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها. هذا اللي ذكرنا. يقول أحسن الله إليكم، والسؤال:
هل قوله تعارض الأدلة صحيح أم أن التعارض في الظاهر؟ يعني تعارضها في الظاهر فيما يظهر لك، والله ما هي متعارضة في الواقع، لكن يظهر لك أنها متعارضة، وهذا لا يعلم أنه غير متعارضة إلا العلماء هم اللي يعرفون. نعم. أما الجاهل عنده أنها متعارضة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يفتي في أمور الأسهم وهم أشخاص لا نعرفهم، ومن أين أخذوا العلم؟ وظهروا علينا فجأة، والناس يتسارعون إلى فتواهم وآرائهم في الشركات المساهمة، ومنهم من أوصلهم إلى مرتبة كبار العلماء، فما واجبي تجاه من اتبع فتواهم؟ يا إخوان، كما ذكرت لكم، هذا له جهات مختصة، أما دامت الجهة المختصة لم تصدر فيه شيئا الإنسان يتوقف، وكون واحد يقول أنه من كبار العلماء أو هو من كبار العلماء يعني من حيث الوظيفة، ما يضمن أنه ما يخطي، يخطي وهو من كبار العلماء، إذا صار وحده يخطي، لكن لو كان مع المجموعة تدارسوا هذا الأمر هذا أبعد عن الخطأ. أما أنه ينفرد يقول أنا من كبار العلماء، حتى ولو كان من كبار العلماء يخطي، فلا يزكي نفسه، أو الناس يظنون أنه ما يخطي لأنه من كبار العلماء، هذا ظن خاطئ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في الأمور المشتبهات التي ذكرت في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه الأسهم في وقتنا الحاضر؟ بلا شك هذا أقل أحوالها أنها من المشتبهات، وإن كان يظهر منها أنها ما هي من المشتبهات، لأن فيها ربا، فيها غرر، فيها جهالة، وفيها قمار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا اختلف أهل العلم في مساهمة في إحدى الشركات، منهم من قال بعدم جوازها ومنهم من أفتى بجوازها، فما الواجب حول هذه المساهمة؟ أول شيء تشوف منهم هل مختلفين، هل هم علماء ولا ما هم بعلماء. ثانيا لو قدر أنهم علماء واختلفوا توقف أنت، توقف ما دام اختلفوا وهالمسألة فيها محذور، توقف عنها، ابتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تعريف من عرف الشرك بأنه صرف شيء لغير الله فيما هو من خصائص الله، فهل هذا التعريف صحيح؟ مجمل، هذا تعريف مجمل، ما يكفي، هذا لا يكفي، الشرك هو عبادة غير الله، هذا هو التعريف الصحيح الواضح اللي ما فيه لبس، هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، الذبح أو النذر أو الدعاء أو الركوع أو السجود أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ وهل تتناوله الآيات التي جاءت فيها النهي عن الشرك وأن الله لا يغفره؟ نعم، هو أكبر من الكبائر، ما دام أنه شرك هو أكبر من الكبائر، لكنه لا يخلد في النار، الشرك الأصغر وإن كان من الكبائر فهو لا يخلد في النار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يحتج من المبتدعة بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فيقولون يجوز التوسل بالأولياء والصالحين؟ هذا ما يعرف الوسيلة وش، هذا يقول على الله بغير علم. الوسيلة هي ما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة، ما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة، وليس الأشخاص، الأشخاص ما يقربونك، لهم أعمالهم ولك عملك، ما يقربونك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. فالأشخاص ما يقربونك إلى الله، اللي يقربك إلى الله عملك، عملك الصالح هو اللي يقربك إلى الله، ولهذا قال: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة يعني تجيب شخص؟ لا، الوسيلة العمل الصالح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هل المراد المسيح ومريم؟ هل كان المسيح يأتي بشخص يجعله بينه وبين الله ويبتغي الوسيلة إلى الله بشخص؟ من قال هذا؟ إن الأنبياء يتخذون وسائل بينهم وبين الله. الآية نزلت في المسيح عليه السلام، كانوا يدعونه ومع وهو عبد من عباد الله يبتغي إلى ربه الوسيلة. نعم.
الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل ولهذا قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المسيح عليه السلام والأنبياء يرجون رحمة الله ويخافون من عذاب الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل قوم فرعون يعتبرون مشركون في الربوبية لأنهم اتبعوا فرعون وقد ادعى أنه هو الرب؟ المعطلة ما هم مشركون، هؤلاء معطلة لا يقرون بالرب، لأن فرعون يقول أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فهو يجحد وجود الله عز وجل، وهم صدقوه في هذا فصاروا معطلة. نعم، معطلة لوجود الرب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ومثله كل الملاحدة اللي لا يعترفون بوجود الله ويقولون الشيء طبيعة، الطبيعة هي اللي توجد الأشياء، ويقولون إن ما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا. هؤلاء يقال لهم دهرية ومعطلة. نعم، ما هم مشركون، معطلة. المشرك أحسن حالا منه، لأن المشرك يعترف بوجود الله لكن يتخذ معه غيره، أما هؤلاء لا يعترفون بوجود الله. نعم، جميع الملاحدة وما أكثرهم اليوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل معنى قول الراوي وكان متكئا فجلس أن شهادة الزور أعظم من الشرك؟ لا، ما هي أعظم من الشرك، لكن يتساهل الناس، قلنا هذا ما سمعتم، قلنا السبب أن الناس يتساهلون فيها بينما يتحاشون من الشرك ومن عقوق الوالدين. فالزاجر عندهم عن الشرك وعقوق الوالدين موجود، لكن الزاجر عندهم عن شهادة الزور ضعيف لغلبة الهوى والانتصار للنفس وإلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو الفرق بين البينة والقرينة والإرهاصة؟ البينة الشهود، البينة هي الشهود، هي البينة. والقرينة ما هي بشهود، علامة فقط. البينة القرينة العلامة، العلامة فقط. نعم. يقول أحسن الله إليكم في ثمة سؤاله والإرهاصة. الإرهاصة هذه بالنسبة للأنبياء، هذا ما يقع للأنبياء قبل بعثتهم، ما يقع للنبي قبل بعثته من الأمور الخارقة للعادة، خارقة للعادة، هذه تسمى إرهاص، مثل حادث الفيل، هذا إرهاص لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في عام الفيل، فهي أمور خارقة للعادة تسبق بعثة النبي، هذه تسمى إرهاصات. نعم. يقول أحسن الله إليكم وهل هي في القوة سواء؟ نعم. يقول وهل هي في القوة سواء؟ وش هي؟ البينة والقرينة والإرهاصة. لا، ما هي سواء، البينة أقوى، القرينة إنما هي علامة ولا يحكم بها، ما يحكم بها، لكن يستأنس بها فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الاستمرار على فعل الصغيرة يحولها إلى كبيرة؟ إذا استمر عليها متهاونا بها صارت كبيرة، نظرا لأنه استهان بطاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما الحكم إذا ألزم شخص على الآخر ذبح شاة؟ إذا ألزم شخص على آخر ذبح شاة لأنه أخطأ عليه في كلمة ما ويسمونه حق للمخطئ عليه. ما يجوز، قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من أكل المال بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز هذا الشيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم خرج في التلفاز من يمثل القضاة بصورة بشعة في المظهر وأنهم لا يتورعون في الحكم وأنهم ظلمة، هل هذا من الاستهزاء في الدين؟ حسابه على الله، حسابه على الله، هل تظنون أنه بيهمل ويروح بس؟ هذا حسابه على الله، والله له بالمرصاد، وسيقع في يوم من الأيام ويندم، فالله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هناك من يتهم كثيرا من المجامع الفقهية بالتقصير وعدم يقول هناك من يتهم كثيرا من المجامع الفقهية بالتقصير وعدم الفتوى في كثير من المسائل،
التي الناس بحاجة إليها، مما فتح المجال أمام الكثير من طلاب العلم للاجتهاد، فما رأيكم في هذا؟ رأيي اطلبوا منه، ما دام أن العلماء قصروا وأن المجامع الفقهية قصرت، هو يقوم بالواجب جزاه الله خير، يقوم بالواجب، يعني هذا دليل على أنه عنده علم أكثر من ما عند المجامع، فيقوم بالواجب هو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الحكمان المطلوب منهما الإصلاح بين الزوجين، هل طلبهما من حق القاضي أم أنه من حق الزوجين؟ لا، من حق القاضي، هو القاضي هو اللي يأمر بالحكمين، من صلاحيات القاضي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك فتوى لبعض طلبة العلم أنه يجوز بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال وفيها بعض المعاملات المحرمة مثل الربا، إذا كانت هذه المعاملة المحرمة قليلة بنسبة 5% بشرط إخراج هذه النسبة من الربح، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ الله جل وعلا لعن اليهود بأخذهم الربا، أخذهم، ما هو بأكل فقط، مجرد الأخذ، مجرد الأخذ استحقوا به اللعنة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلا يجوز أن يؤخذ الربا ولو درهم واحد. وجاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله، فلا هناك شيء قليل يتسامح فيه من الربا، ما دام فيه ربا فإن المعاملة تترك، ولا يجوز له يأخذها ويقول تصدق فيه، تصدق بحرام، تصدق بسوحت. الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا ما هو بتارك من الربا، يبي يتعامل به ويقول أنا أطلعه، وين تطلعه؟ طلع خبيث، هذا بعد أشد من أنك تعطي الناس شيء حرام، شيء خبيث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان عند قوله: لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن كثيرا من الناس يعلمه وكثيرا من الناس لا يعلمه، لأنه قال كثير ولم يقل أكثر، كما في قوله تعالى: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، فما رأيكم في هذا؟ الكثير يقابله القليل يا أخي، الكثير يقابله القليل، دل على أن الذين يعلمونه قليل مقابل الكثير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول أن كل مشرك كافر وليس العكس، وما الفرق بينهما؟ نعم، بينهما عموم وخصوص، كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون معطلا لا يقر بوجود الله عز وجل، وقد يكون مشركا كافرا كفر الشرك، يقر ويعبد مع الله غيره، فالمشرك أعم من الكافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الواجب على المسلم حيال ما يفعله الرافضة في الحرم النبوي وعند مقبرة البقيع من شركيات وتوسل بالقبور؟ ما يسعه إلا يبلغ المسؤولين، يبلغ المسؤولين عما يحصل، ويجيب لهم إثبات يثبت ما يقول، وتبرأ ذمته ويصير بذمة المسؤولين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في من يفتي بجواز الاشتراك في أسهم الشركات الجديدة بدعوى أننا لا نعلم حالها ولا نحرم إلا ما أحل الله أو ما ليس لنا علم به، ثم إذا تبين أمرها فإننا نحكم فيها، فهل ما يدعيه له وجه من الصحة؟ هذا تلبيس، حالها معلوم، لها أنظمة، ما يؤذن لها تفتح شركة ولا تعطى رخصة إلا بعد ما تقدم النظام، نظامها، وينظر في نظامها ويعرف هل هي شركة صحيحة أو لا، ولا يكفي نظامها، لأن قد تكتب نظام جيد وممتاز، لكن ينظر تعاملها أيضا، ينظر تعاملها، ينظر أمرا، أولا النظام وثانيا التعامل والتطبيق، فاللي يقول إن الأصل فيها ما هو صحيح، ما هو بالأصل فيها كذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل كبير بالسن أناب عنه صديقه لرمي الجمار. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل كبير في السن
أناب عنه صديقه لرمي الجمار في اليوم الثاني عشر، وطاف طواف الإفاضة مع الوداع طواف واحد بعد ظهر اليوم الثاني عشر خوفا من الزحام، فهل عمله صحيح مع أنه بقي في الحرم إلى ما بعد الغروب؟ هو المشكلة أن الإنسان يحج ويتكلف، هم من يتلاعب بالحج ويقدم ويوخر ويقول أخاف من الزحام. يا أخي تأخر لما يخف الزحام، من اللي طاردك؟ من اللي متابعك حتى تخرج من مكة؟ استرح لما أنه يخف الزحام، لو عقب يوم يومين لا تكلف نفسك تجي حاج من بعيد وتلاعب بالحج تقول أخاف من الزحام. انتظر يوم يومين لما يزول الزحام تأدي الحج في ليل أو في نهار أو في فرص. هذه ناحية. الناحية الثانية، لا يجوز له أن ينفر من منى إلا بعد إخلاص المناسك كلها، إذا كمل المناسك ينفر من منى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأيام المستحب صومها من نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي الأيام المستحب صومها للحاج في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ نعم، العشر الأولى يستحب صومه للحاج وغيره، لكن يوم عرفة لا، يستحب صومه لغير الحاج، أما الحاج فيستحب أن يفطر. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.